فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص في يده جبيرة واليد الأخرى فيها المغذي، وعند الصلاة يتيمم فقط، علما بأنه إذا احتاج إلى الغسل للنظافة فإنه يغتسل ويضع على الجبيرة عازلا للماء، هل تيممه صحيح أم يلزمه الوضوء وأن يمسح على الجبيرة؟ هذا حسب الاستطاعة، إذا كان يستطيع الوضوء بالماء فيتوضأ، أما إذا كان عليه مشقة أو لا يستطيع فهو يتيمم. كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد، فجعل الله من الأعذار المبيحة للتيمم المرض. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.